السلام عليكم. في هذا الفيديو حنتعلم مع بعض كيفية تصميم هذه القطعة باستخدام برنامج السوليد ايدج. طبعا كيف ما واضح أمامكم هذه الرسمة بالأبعاد بتاعها، وهذا التصميم بعد التصميم حيطلع شكلها بالكيفية هذه. فلنبدأ نصمم مع بعض. أول شيء نضغط على العلامة بتاع السوليد ايدج، ندير نيو، نختار نيو، ثم نختار بوحدة المتر اللي هو ANSI متريك بارت، نضغط أوكي ونبدأ التصميم مع بعض. طبعا الفرونت فيو هو من الجهة هذه، اللي هو نختار أول شيء فرونت فيو اللي هو الفرونت تاعها، نضغط عليها، ثم بعد ذلك نرسم اللي هو مستطيل بمعلومية السنتر، نرسمه من نقطة السنتر متاعي، نرسم مستطيل طبعا الأبعاد كبيرة شوية فخلينا نصغر شوية هيك، ونقرب المسافات، نحدد الأبعاد متاع هذا الشكل اللي هو طبعا 38 في 45، إذا نحدد المسافة هذه 38 وهذه أيضا 45، ثم نضغط اسكيب او دير اللي يحلو لك بهي، ثم نمشي نرجع لهم ونختار، لاحظوا كيف الشكل متاعي كيف ما نبيه، نضغط على الشيفت والعجلة ونقربها بالكيفية هذه. بندير انا اكسترود بمسافة، لاحظوا المسافة من هنا لعند الحافة هذه 100 مليمتر، فنختار اللي هو اكسترود ونحدد الجسم هذا، ثم كليك الماوس الايمن ثم نكتب 100 وكدرت الاكسترود بقيمة 100. كويس، هذه أول شيء. تاني شيء نبي ندير اللي هو الجزء الخلفي هذا، ندحرج شوي. لاحظوا ان الصندوق هو كيف يتحرك معايا، لاحظوا معايا الصندوق كيف يتحرك، يتحرك كيف ما نبي. مرات يكون مقلوب بالكيفية هذه، لو ضغطت باك مرات يجيك بالعكس، فانت دير هنا هي لاحظوا غير بس انا هنا مش مبين الابعاد متاع الرسم على علاش مبانوش، فنجي هيك لاحظوا نقدر نحركها وندير الباك بالكيفية هذه، نرجع على الصورة الأصلية متاعها. كويس، هذا أول شيء. تمام، طبعا هذا هو الشكل متاعي الخلف. لو كان مقلوب كيف ما قلنا، لو كان مقلوب بالكيفية هذه إيجل بان عم يكون متساوي باسم باك بهي. كويس، نصغر شوي الشكل ونجي نضغط على الشيفت والعجلة نحركها كيف ما يعجبني بهي، يعني نضغط على الشيفت ونضغط على العجلة متاع الماوس ونبدأ نتحرك به كيف ما يعجبني. ممتاز، إذا تو نختار أمر اللاين ونرسمه لاين من هنا لهنا لأعلى لعند هنا لعند هنا، لأن هي لاحظوا كيف متعلية شوية فوق، هذا علاش رسمتها متعلية شوية فوق. تو نحدد المسافات، نختار سمارت دايمنشن المسافة، طبعا لاحظوا إن الخط هو اللي بندير عليه الدائرة، فالمسافة من سنتر الدائرة لعند أسفل او مش لعند الاسفل، لعند الحافة هذه، الحافة هذه لعند السنتر بتاع الدائرة 54، وعندك التخانة بتاعها هذه 10، اذا 54 زائد 10 تساوي 64، اذا نحدد المسافة من هنا الى هنا كيف ما قلنا تساوي 64، ونضغط انتر، ثم نرسم الدائرة اللي هي هذه سنتر او سيركل باي سنتر بوينت، نحددها ثم نرسم الدائرة من هنا لعند هنا. لو كنت تلاحظوا تمشوا تديروا سمارت دايمنشن وتشوفوا بعد الدائرة حتلقوه 100% 38 فاي أو آر 19. ممتاز، هذه بالنسبة للدائرة. تاني شيء أو من غير تاني شيء بإمكاني نلغي الخط هذا من بيشي، فنختار اللي هو الخط وندير ديليت ونمسحها بهي، فأهم شيء الأبعاد موجودة، يعني الأبعاد أهم شيء موجودة، يعني أهم شيء تحدد البعد. نعود سمارت دايمنشن، البعد من الدائرة هياخدها من السنتر عند هنا 64، ونضغط انتر لو كان اختفى البعد باهي. كويس، تواني هذا اللي بندير له اكسترود، فنختار أمر الاكسترود وندير اكسترود الدائرة والجزء هذا والجزء هذا والجزء السفلي، ونضغط كليك الماوس الأيمن باهي، نمدو قداش طبعا المسافة هذه 10، وكل المسافة هذه من هنا لعند هنا من الحافة هذه عند الحافة هذه كيف ما درنا 100، لكن من هنا لعند الأخير 125، إذا 125 ناقص 100 قداش 25، أو بإمكانك تكتب 125 ناقص 100 لو كان متعرفش تحسب، هيكتب لك 25 وتضغط إنتر بالكيفية هذه. كويس، هذه الخطوة الأولية. طبعا نبي نجوف عن الشكل هو يعني، فنختار اللي هو امر اللاين باش نحدد نرسم الشكل هو امر اللاين،
وتعالى الحافة هذه لاحظ قال لك اضغط اف 3 باش يسكر لك على الشكل، تضغط اف 3 ثم تجي لان هي في الفرونت تضغط على الفرونت، نرسم لاين من هنا لعند هنا لعند هنا. كويس، نشوفوا تو الابعاد، نختار الابعاد، البعد هذا يساوي 16 كيف ما واضح امامكم، اذا البعد هذا من الخط هذا لعند الخط هذا يساوي 16، البعد السفلي هذا كيف ما واضح امامكم يساوي 10، هاي محددة هنا 10، اذا المسافة من هنا لعند هنا تساوي 10. وهيك تميت انا الشكل متاعي مبدئيا. فنجي بعدها شوية هيك او نجي نختار الهوم باش يبان الشكل متاعي، بإمكانك تقرب، تقدر تدير تقريب غير بس هي مش موجودة هنا عندي لأن أنا مصغر شوية، لو كان سحبتها هيك تبان تقريب، لأن مصغر الشكل شوية علاش مش مبين شوية خصائص البرنامج، يلا مش مشكلة عادي، أهم شيء نبي هنا الفرونت أوف فيو هذا يبانو باهي. كويس، بعد ما درنا هذه تو ندير اكسترود كت للجزئية هذه، جزئية هي المقطعة من هنا، فنختار أمر الإكسترود ونجي من طبعا حدد لك الشكل كله، اضغط اسكيب واختار الجزء الداخلي هذا واسحبه من هنا بالماوس واكتب القيمة قداش، القيمة تساوي طبعا كيف ما عرفنا مكتوبة 100، نديرو 100 انتر. اذا هذه هي اول شيء درناها، مازال في دائرة هنا، مازال في تجويف هنا، مازال في دائرتين هنا، فاخترنا اما نبدو، خلينا نبدو بالدوائر، نختاروا دائرة باهي ونبدو نديرو على السطح هذا، قالك دير اف 3 باش يسكر عليه، ثم اختار التوب فيو لان جاي في التوب فيو، وتعالى ارسم الدائرتين متاعاتك وخليهم عشوائيات، هذه الدائرة الأولى خلي بنفس السنتر الأولى، خليك أهم شيء في امتداد السنتر الأولى، إذا دائرتين عشوائيات بالكيفية هذه. تو نحدد أبعادهم، طبعا نختار سمارت دايمنشن، طبعا الفاي متاع الدائرتين يساوي 13، إذا هذه 13 وهذه أيضا 13. أبعادهم المسافة من هنا من سنتر الدائرة لعند هنا يساوي 13 أيضا، نحدد المسافة من هنا لعند هنا 13 قلنا باهي. شن تاني؟ المسافة من سنتر الدائرة هذه لعند أسفل لعند هنا بها لعند أسفل تساوي 25 باهي، والمسافة بين الدائرتين بين الدائرة هذه والدائرة هذه تساوي 50. أعتقد حددنا جميع الأبعاد، لو كان أنا غلط في حاجة فأني شرحي سريع فأعذروني باهي. فنختاره اللي هو نفس الشيء اللي هو خلينا نحركها شوية هيك ونشوف شكلها، نرجع للهوم ونشبه شكلها، إذا هذو هما الدائرتين متاعي، فنختار أمر الإكسترود ويجي لو كان حددك السطح كله اضغط اسكيب، احنا بنختار الدوائر، اختار الدائرة هذه اضغط عليها ثم الشيفت مع الدائرة هذه واسحب لأسفل باهي، وكي انا درت الدائرتين الاولانيات. كويس، تو انا بنديرو التجويف الداخلي هنا، فنفس الشيء اختار اللي هو مستطيل بمعلومية ريكتانجل والتو بوينت، علاش نقطتين؟ يعني نقطة بالأعلى نقطة بالأسفل، بنروح على السطح هذا، فنضغط اف 3 على السطح هذا ونمشي ونضغطه على الرايت فيو، نرسم مستطيل كيف ما قلنا بمعلومية التو بوينت، نرسم مستطيل نقطة لاحظوا نقطة من السنتر هذا للسنتر هذا من السنتر بوينت هذا، يعني من النقطة هذه من الكورنر هذا للكورنر الفوقية. كويس، هذه أول شيء، طبعا أبعادها البعد متاع العلوي نختار أول شيء اسمه دايمنشن، البعد هذا يساوي 70، البعد من هنا لعند هنا يساوي 16، البعد من لاحظوا العشرة هي المسافة الطولية هذه، إذا المسافة من هنا لعند هنا 10. خلاص إذا تمام حددت البعد كويس متاعها، هل مازال في حاجة تانية؟ نعم مازال، اللي هو العرض متاعها يساوي 16. خلاص إذا ممتاز حددت كل شيء، بما أن هذه 10 أكيد حدد لك نفس المسافة، حطوا لك في المكان المناسب لأن قدرت كل البيانات متاع هذا المستطيل. نرجع ونختار الهوم جديد ونجو هنا وندير له اكسترود ونحدد، طبعا لو كان عندك سطح كله دير اسكيب، اختار السطح الداخلي ودير اكسترود اسحبه لعند الاخير.
كويس. اذا هذا اول شيء درناه، مازال الدائره الاخيره هذه. فشنديرو نجو نرسم دائره، نختار نجول عند السطح هذا. لاحظوا لو كان حدد السطح هذا الخارجي متاع القوس، القوس هو يديلك سنتر هنا، تعال للسنتر وضغط الدائره متاعك، طبعا قطرها يساوي 19، دير 19 ثم انتر، وهكي رسمنا الدائرة متاعتنا. آخر شيء نمدل اكسترود كيف عندنا لسابقاتها، لو كان عندك سطح هو اضغط اسكيب واختار الدائرة الداخلية واسحبها لعند الأخير باش ندير تجويف. إذا هذا هو الشكل متاعي، نحي البيس ونحي الأبعاد وخير البعد اللي قاعد لي، نحي البعد هو ويقعد لك بالشكل أهو. تمام، نرجع لهم. إذا هذا هو التصميم الأخير لي. هذا بالنسبة للدرس، نتمنى تكونوا قد استفدتم معي. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.